طريقة نعمل قفص خاص حاجز لحاله. منتجات النحل ربنا سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب، ما قالش عسل، فشراب بيشمل ست منتجات، العسل واحد منها، والشمع وحبوب اللقاح وغذاء الملكات والبروبوليس أو العكبر وسم النحل. كل المنتجات هذه بنعالج فيها سواء منتج واحد أو أكثر من منتج لغاية الشفاء بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لي بعرف تركيب كل مادة وكل منتج وإيش بعمل بالضبط، فبعمل توليفة حسب المرض وحسب المشكلة، وطبعا بالراعي العمر سواء الكبير الصغير وهكذا. فلما أجا موضوع كورونا، في كانت حالة واحد قريب يعني، عرفت أنه أصيب وعنده الأعراض كحة وسخونة وضيق في التنفس وكذا، بعثت له مش بس المنتج، أكثر من منتج تركيبة معينة بعت له اياها. ثاني يوم بتصل فيه قال لي انا الحمد لله تمام ونمت مرتاح ويعني العرض كثير ممتازه. ومن هذا المنطلق بدينا، اجت يعني واحد من اولادي له صديق كان عنده كورونا ومحجور في مدرسه اعتقد بلقيس موجود كان، وكان وضعه صعب على ما فهمت، على اساس انه له 4 ايام ضيق تنفس وكحه وسخونه والى اخره. فبعثنا له المنتجات وعرفنا كيف نظام العلاج في ياخذها. طبعا هو كان بياخذ موسع للشعب الهوائيه كما زي ما فهمت، بياخذ للحراره، بياخذ عده حاجات. طبعا اخذهم تقريبا الظهر، ثاني يوم ابني بكلمه الصبح فبقول له انا الحمد لله نمت كويس والحراره راحت، ضيق النفس راح مع اني ما استخدمتش موسع للشعب الهوائيه، والحمد لله بدأ يتمثل للشفاء، مع أنه كانوا بدهم يحولوا للأوروبا على أساس أنه حالته صارت صعبة يعني وما فيش تقدم فيها. والحمد لله شوفي حاليا وطلع وتمام. استخدمته كمان برضو في حالة لست، والحمد لله برضو النتائج سريعة جدا وصارت تحكي للكل، والحمد لله يعني نتائجه مبهرة. لكن احنا ما طبقنا على عدد كبير اللي أقول آه والله هذا علاجي، لا بنقدرش نقول هيك. بس أنا يمكن بطلب من وزارة الصحة الفلسطينية إنه ممكن إنه نتعاون مع بعض على أساس إنه نساعد الناس في هذا المجال، على الأقل تخفيف من الأعراض اللي بتصيبهم زي ما الحالات اللي شفيت هذه وكانت صعبة جدا. أنا وكل عيلتي انصبنا بمرض الكورونا، وتوجه البيت من الأب إلى أصغر طفل عندنا في البيت انصاب بهذا المرض، ولكن بعد تم نقلنا إلى محجر بلقيس منا احنا كشباب، بعد ذلك كل العائلة إلى محجر دير البلح اللي هو محجر البركة. كان أكثر حالة عندنا مصاب اللي هو أخوي أبو مجاهد اللي هو خليل، كان إصابته يعني شديدة جدا، أكثر نسبة فيه أكثر من 40% تقريبا نسبة المرض فيه، بعد وكانت يعني وضعه الصحي تعبان جدا. فتواصلت مع أخونا راتب سمور أبو إبراهيم مسؤول منحلة عسل، تم التواصل معاه. بعد ما تم التواصل معاه الراجل بعت لنا بعض مستخلصات العسل لمعالجة أخي أبو مجاهد، والحمد لله بعد 24 ساعة تم العلاج بالكامل أو تم الشفاء أكثر من 70%، وبعد أكثر من بعد تقريبا 36 ساعة برضو كمان تم الشفاء والحمد لله بالكامل، ولم يعاني من أي شيء لحتى هذه اللحظة.